بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت سبحانه. ونشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. حياكم الله جل وعلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم يوم القيامة من الجنة منزلا. الله جل وعلا أسأل أن يظلنا ويظلكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي أسأل الله فيه البر والتقوى والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، أن يجعلنا من المتقين المحسنين المبلغين عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا إلى يوم الدين. في لقاء جديد في برنامج أنين المسحورين. أنين زي ما قلت لكم هو تجسيد صوتي لما يجول في الصدور من أنين، من شكوى، من صدق اللقاء إلى الله جل وعلا. دائما أبدا نحب أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى. وريت الأخ بتاع الأستاذ علي يرفع لنا الصوت عندي في الاستوديو، بحب أسمع هذا الصوت، كلما سمعته كلما علمت أن هناك من يشكي الله عز وجل. أنين المسحورين، أنين المسحورين. ليه إحنا سمينا السحر بالأنين؟ لأن فعلا المسحور بيئن بيئن، وأنا أعلم بذلك جيدا من كثرة ما توارد علي من مرضى السحر والمس. يقول لك أنا نفسي أعرف أنا عندي إيه، لو عرفت إن أنا عندي مرض عضوي هستريح، لو عرفت إن أنا عندي شق معين علاجه في الطب هستريح. لكن أنا رحت الأطباء كتير ما عنديش حاجة، عملت أشعة كتير جدا وتحاليل وفحوصات ما عنديش حاجة، لكن أنا بموت. سواء بقى السحر سحر تفريق أو سحر تعطيل زواج أو سحر تعطيل حمل أو سحر بالفشل أو سحر بوقف الحال، عموما اختلاط الجن بالجسم بيفسد الجوارح وبيفسد الفكر. العلة بذلك أو دليل على ذلك سحر النبي صلى الله عليه وسلم. لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة في بئر زي أروان في طلع الذكر أسفل حجر، والنبي كان يظن أنه يفعل الشيء وكان لا يفعله، كان مأثر على إدراك النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يفقد بصره. تقول لي إزاي ده النبي؟ الله، ما هو النبي قال ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. يبقى النبي في طبيعة الخلق بشر، يتزوج وينام ويقوم ويصوم ويفطر سليم. والكلام ده لما جاء ثلاثة رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث رجال يعني، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، والثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر، والثالث قال وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنا وأنا رسول الله أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى النبي كبشر غير طبيعة النبي كنبي. النبي كبشر يمرض ويموت صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي أنت يا رسول الله. النبي كبشر يحزن ويسعد، لما أصيب في عرضي في عرض سيدة عائشة حزن النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يفرح حينما كان يرى شيئا يسره صلى الله عليه وسلم. النبي يجرح في الغزوات، جزعت أنفه، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، سال الدم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلت حلقتي المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كبشر. يبقى النبي حينما يسحر الناس اللي معترضة إزاي تقول إن النبي سحر؟ عنده قلة وعي بالعلم الشرعي. نقوله في صحيح البخاري يقول مين هو البخاري؟ نقوله البخاري أصدق الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. لكن بجد أنا والله العظيم كدت إن أنا يعني أتعايش مع أنين الناس اللي بيجيلي وتقول لي أنا تعبان، أنا تعبان فعلا، وأول شيء بأمره بيه إنه يقرب ربنا، يقول لي مش قادر أصلي إزاي؟
هو الإنسان لما يصاب بضيق المفروض يقرب لربنا، المفروض يقول يا رب. يقول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ده ربنا بيسألك، هو مين بيجيب المضطر إذا دعاه؟ ويكشف السوء، بس بيقين إن الذي يكشف الضر هو الله. ويجعلكم خلفاء الأرض، وبعدين يقول لك أإله مع الله؟ هو في إله غير ربنا يقدر يحييك بعد ما يميتك؟ طب أتحداك لو جبت ملك من ملوك الأرض عند مقبرة أبوك أو من مات من عزيز لك، ابنك أخوك مراتك، وقول له تعالى احييلي اللي في القبر ده، هيا في بص لن يستطيع حراكا. أما الذي يقدر على هذا الأمر هو الله، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كذلك المرض، هات أطباء الأرض طبيب الأطباء في الأرض، وقول له تعالى بعلمك، احنا قدامنا فيروس كورونا اهو، يأس الطب عنه، عن علاجه، حتى وإن عملوا لقاح، اللقاح ده وقاية، لكن المرض مزمن ومتزامن وسيظل موجود ولن يرفع إلا بطاعة الله. والله العظيم هذا المرض لن يرفع إلا بطاعة الله، ولا تحصينات ولا كمامات ولا هتاخد بالأسباب، بس إذا أراد رب الأسباب أن يبتليك به فعل. في ناس كانت عاملة الاحترازات وجالها، لأن الذي يصيب بالداء هو الله، والذي يصيب الداء بالدواء هو الله، والذي يرفع الوباء والبلاء هو الله، والذي ينزل البلاء هو الله. فاللهم إنك ما أنزلت بلاء إلا بذنب، وما رفعته إلا بتوبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. بيتنافسوا بالفواحش، بيتبارزوا من اللي يقدر يعمل الشيء ده. زي واحد يقول له واحد: تقدر تجيب فلانة؟ يقول له: مش هتطلع من تحت ايدي. ويتنافسوا، طب لو قدرت تجيبها وقدرت توقعها في دباديبك وتمشيها في طريقك اللي هو طريق الحرام، ليك عندي كذا. يقول له: طب ايه رأيك انا هعمل الكلام ده، بس انت تصدق النية؟ مش تصدق نية، هم مش رايحين يعملوا جهد في سبيل الله، انت تصدق القول. ويتنافسوا في هذا الحرام حتى يوقعوا هذه المرأة في حبالها. والأمر ده عرض عليها كتير جدا، ويجي يستغفر ويقول لي: أنا عملت كذا كذا، وتحديت واحد وأوقعت امرأة شريفة عفيفة في يعني فتنة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هي فتنة، أنت مش هتبقى تقي هذه الفتن إلا بلجوءك إلى الله جل وعلا. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن حينما تشع الفاحشة ويتنافس الناس بها، نبدأ نخش في دائرة العقاب. يعني إحنا المؤمن في فسحة من دينه، إحنا في فسحة، ما لم نصب دما ولا كبيرة من الكبائر. لما شاعت الكبائر وقصل القتل كثر والدم انتشر في العالم كله، ضيقنا الفسحة ديت ودخلنا في دائرة الايه اللي هو الابتلاء. فنزل ابتلاء ربنا جل وعلا بالأسقام والأوجاع والوباء والطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافنا. طيب ايه المخرج يا رسول الله؟ حتى تعودوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى. ويقوم الصحابة يسألوه لما يقول لهم ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يقولوا له: ما المخرج منها يا رسول الله؟ فيقول: كتاب الله تبارك وتعالى. هو الجد ليس بالهزل، أو تاخدوه بهزار. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. عرفت يعني إيه كتاب ربنا؟ يعني حدوده. وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. عرفت يعني إيه كتاب ربنا؟ يعني أوامره. عرفت يعني إيه كتاب ربنا؟ يعني نواهيه، يعني زواجره، يعني المبشرات من كتابه والمحذرات من كلامه. حذر وبشر وأنذر ووعد وأوعد سبحان الملك. فأنت النهاردة
عشان نخرج من هذه البوتقة، من الأنين اللي احنا فيه مش عارفين ايه اللي نازل علينا، ايه اللي حل بينا؟ يا رب اكشف هذا الكرب، يا رب ارفع هذا الوباء، يا رب ايه اللي فيا؟ يا رب ده مرض ولا سحر ولا عين ولا مس؟ يا رب ده الشيخ ده بيتبع كتاب الله ولا شيخ بعيد عن ربنا؟ يا رب ده دجال ولا مشعوذ؟ ولا ده راجل عارف فعلا اصول الدين؟ يا رب. فالناس اصبحوا في متاهه، ولو استفتى الانسان قلبه لعلم واستبصر، هيكون عنده علم وبصيره. لا، الكلام ده صح. فاكثر الناس الان يلجؤون الى اهل الظن اللي هم بيشككوا الناس في دينهم، وهات بقى اسمك واسم امك وتعالى، وانت معمول لك سفلي، والسفلي لازم يتعالج بنجاسه، ولازم يكون فيه مش عارف ايه، وامور تخرج الانسان عن دائره الدين والعبوديه لله جل وعلا، ويقول لك اصل انا او تقول لك انا عملت كده والله غصب عني، اصل انا كنت بتعلق في اشياء، تعلق في اشياء تعملي الحرام، ويزداد السوء سوءا. يعني اليوم كانت عندي امراه تقول انا في واحد كلمته عبر الهاتف من اللي هما بيعرضوا على التلفزيون، جاء مش عارف منين الرد المطلقه وقلب الحبيب ومش عارف ايه والكلام ده، فقال لها الاسم واسم الام، فاعطته الاسم واسم الام. رغم ان احنا بنتكلم يا اخواننا، ما علاقه اسمك واسم امك بتعطيل الرزق مثلا؟ ما علاقه اسمك واسم امك بتعطيل الزواج؟ ما علاقه اسمك واسم امك بالمراه اللي طلقت من زوجها مثلا، او بالراجل اللي اترفد من شركته؟ يقول لك اصل عشان يعرف انا معمول لايه. طب وهل اسم الام يعرف به؟ ابدا والله. اي حد يقول لك اسمك واسم امك ده ساحر، لان اساسا قاعده السحر تقوم على قوائم خمس، منها علم الحرف. يعني ايه الحرف؟ يعني اسمك واسم امك، حروف اسمك وحروف اسم امك، ده اول قاعده من قواعد تركيبه السحر. بياخد اسمك واسم امك عشان يقول لك اقفل معايا دلوقتي، ويروح عاملهم في مربع اللي هو علم التكسير، ثم يبسطهم يضربهم او يجمعهم او يكسرهم او يطرحهم على حسب العلم اللي هو يستخدمه تبع الحرف بتاعك، وبعد كده علم التبسيط يبقى علم التنجيم، وبعدين علم العزائم يعمل لك عزيمه، ويروح عامل لك سحر اللي هو السحر الفلكي باسم الام. هذا السحر بيتجدد كل يوم 13 14 15، او اول 3 ايام في الشهر او اخر 3 ايام في الشهر. اول 3 ايام او اوسط 3 ايام او اخر 3 ايام. طيب انا اللي يهمني ان انا اعرف انا عندي ايه، ولا انا عايز اتعالج؟ يبقى يهمني ان انا اعرف انا مسحور ولا ممسوس بالقران والسنه. طيب انا عايز ايه من المعرفه؟ اتعالج بالقران والسنه. طب عايز اقي نفسي من التجديد بالقران والسنه. كل الامور دي لازم ان يخليك ذكي وفطن. ان معي ربي سيهدين، الهدايه البدايه الى طريق الصواب، واذا مرضت فهو يشفين. يبقى هداني الى الطريق المستقيم الاول، لان انا عرفت ان انا هلجأ لمين؟ لله الاول، ثم لمبلغ عن الله ورسوله، تخصص في هذا العلم اللي هو علم الرقيه، لان ده علم. الرقيه مش تلاوه قران بس ابدا، الرقيه مكتمله هي قراءه وتخريج وتحصين، وده اللي تعلمناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عرض عليه حد بيسرع او حد مسحور، او النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر جه جبريل وقال له اسمك واسم امك يا محمد؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم درس مع الصحابه ان الاسم واسم الام بطريقه معينه تعرف ان ده ساحر؟ ابدا. طب مين اللي درس العلم ده؟ السحره. طب هل الساحر بيدرس علم ينفع؟ ابدا. هل لما ساحر يعلم حد يقول له الاسم واسم الام تعملهم بالطريقه الفلانيه يبقى بينفع؟ ابدا. ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ده فاسد. فاي حاجه ياتي بها خلافا للقران والسنه وخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هي باطله ولا تصيب نفعا، بل هي تضرك انت. الاخت بتقول لي بعد ما اديته اسمه اسم امي بتقول لي والله حالي اتشقلب تماما، أصبحت في نكد في هم، ما بطيقش زوجي، بتعامل مع ولادي بشدة وكراهية، مش طايقة نفسي، عايز أهج من البيت، لا إله إلا الله. طب أنت كنت رايحة بتشكي؟ بتقول لي أنا كنت بشكي من حاجة واحدة بس، إن أنا كنت كثيرة البكاء. لما رحت له بقت عصبية جدا، كانت الأول منطوية وبتبكي، دلوقتي بقت عايزة تهرب وتصوت وتزعق وتشجو سبحان الملك. اعلموا أن الله جل وعلا أنزل إليكم كتابا فيه الحق تبيانا لكل شيء،
من لجأ إليه من فقير أغناه الله، ومن لجأ إليه من مريض شفاه الله، ومن لجأ إليه من ذليل أعزه الله، ومن لجأ إليه من مكسور أصلحه الله. في إنسان بيتكسر من تجربة واثنين وثلاثة، أول ما بيمسك كتاب ربنا، ربنا بينزل على قلبه بالطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأنا عايزك دائما أبدا تصدع، إحنا بندي أول الحلقة مفهوم العلاج بالقرآن والسنة يعني إيه؟ يعني يقين بالله، لازم يكون عندك يقين إن الشافي والنافع والضار هو الله. ما أصابني من شيء إلا بإذن الله، ولن يرفع عني إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وإبطال السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. يبقى هو ضرره جاء في البداية بإذنه هو، ورفع الضرر بإذنه هو، بإذن الله تبارك وتعالى. إياك أن تتحدى الله جل وعلا. زي واحد جاي يقول لي إيه؟ أمال يعني إيه؟ يعني هو خلقني عشان يبتليني يعني؟ يعني هو خلقني عشان يعذبني يعني؟ أنت بتتكلم مع مين؟ بتتكلم مع ربنا؟ بتناقش ربنا؟ لله عز وجل أن يبتلي عباده بما شاء وكيف شاء. وقال لك كده لما خلقك، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. هو خلقك في كبد، هو خلقك في معاناة، وجعل المعاناة ديت مستمرة إلى أن تلقاه، وجعل القبر ده خزينة العمل بتاعك. كل ما بتعمل عمل بيسبقك إلى القبر، كل ما بتعمل عمل بيسبقك إلى القبر. تصدقت إلى القبر، زنيت إلى القبر، سرقت إلى القبر، صليت إلى القبر. ساعة ما يفضى بروحك إلى الله جل وعلا، خلاص الروح طلعت، ها بناخد بقى الجسد بننزله القبر عشان يستقبل الأعمال دي في الخزنة بتاعتك. القبر خزينة الأعمال. فإن صرعت إلى التوبة تبدلت إلى سيئات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، اللي هو الشرك بالله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن. يبقى من شوية سرق وقتل وزنى وعمل كل حاجة، وبعد ما تاب قال الله جل وعلا له: لا تقنط، فإني وعدتك وعدا والآن أنفذه. إيه الوعد يا رب؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالنهاردة بوصيك بالكلام ده، يقينك بالله لازم نبدأ بتوبة. ياللي تعصر بك الطريق وتشتت عنك مرادك ووقفت تنتاب إلى الناس، من الذي ينقذك ومن الذي يخرجك مما أنت فيه ولم يعد لك إلا الله جل وعلا؟ الآن آن لك أن تعود إليه وأن تقف بين يديه وتدعوه وترجوه وتعلم أنه مجيب المضطر إذا دعاه. اللهم يا من يجيب المضطر ارفع عني ما نزل من ضر. دايما تكون دعاءك، يا ريت تكتبوها، يا ريت تكتبوها. اللهم يا من يجيب المضطر ارفع عني ما نزل من ضر. نعيدها: اللهم يا من يجيب المضطر ارفع عني ما نزل من ضر. الله أكبر. أي ضر بقى يعلمه هو ولا تعلمه أنت؟ هو عارف إيه اللي في جسمك، وعارف إيه اللي في حواسك، وعارف إيه اللي بيجول في خاطرك. والآن يعلم مرادك قبل أن تدعوه، قبل أن تسأله، لكنه يريد أن يسمع صوتك. والله العظيم يريد أن هو يسمعك، عايز يسمعك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن التائب إلى الله جل وعلا حتى وإن عصى إذا بكى بين يدي الله وقال: يا رب يا رب. خلاص بقى المعاصي بتقطع في جنبات صدره، وقاعد بقى بيقلب الأمور يتألم ويقول: يا رب. فيقول الله جل وعلا: يا جبريل، من صاحب الصوت؟ فيقول: يا رب، عبد مؤمن تائب يدعوك. فيقول: يا جبريل، وماذا يسألني؟ بيسألني إيه؟ فيقول: يا رب، يسألك مغفرتك ورحمتك وتقاء عذابك، لأنك أنت إيه؟ تقيه عذابك. فيقول: يا جبريل، وماذا يسألني من الدنيا؟ فيقول: يا رب، يسألك كذا وكذا وكذا. وبيسأله المغفرة، وصاد المغفرة بيقول له: يا رب ارفع عني بقى البلاء، يا رب يا رب ارفع عني البلاء، يا رب سامحني وارفع عني البلاء، يا رب أنت تعلم شدتي وعوزاتي، يا رب أنت. ويقعد يدعي
فيقول يا رب يسألك كذا وكذا وكذا، فيقول الله جل وعلا يا جبريل أخر عليه سؤله فإني أحب أن أسمع صوته. يا الله يا الله، استنى يا جبريل شوية عليه، أنا عايز أسمع صوته. مين إحنا؟ مين أنت؟ مين أنتي؟ عشان الملك الرحمن على العرش استوى، مالك الملك والملكوت، رب العزة والجبروت، حي لا يموت. يقول لك استنى يا جبريل عليه، أنا عايز أسمع صوته، وكأن صوتك يطرب السماوات والأرض. هو عايز يسمع أهاتك وأهاتك لما بتفتكر الذنب، بتقوله يا رب والله ما كان قصدي، والله يا رب أنا عملت الشيء ده ما كانش قصدي. هو عايز يسمع أنينك، الأنين بتاعك، أنت بتقول آه آه يا رب، آه آه والله أنين التائبين في جوف الليل. هو عايز يسمعك عشان يباهي بك الملائكة، لأن أنت أفضل من الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، السجود تعظيم. فإذا أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لأبيك وأنت من نسل أبيك آدم، فتعظيم لأبيك ولك. هو عظمك في صورة آدم، هو عظمك وكرمك وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا. فأنت النهاردة هو بيفضلك ويعظمك وبيسجد لك الملائكة، وأعد لك الجنة، ما عداش للملائكة، لعد لك أنت. أه والله، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الملك، الملك جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، ليك أنت. ربنا بيتنزل إلى السماء الدنيا وذاك كل ليلة، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. ده ليك أنت، ما بينزلش للملائكة ولا للجن، ده ينزل ليك أنت. النزول معلوم والكيف مجهول، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عرفتوا قد إيه ربنا بيحبكم؟ وعشان كده ربنا بيقول يا ابن آدم إني لك محب، إني لك محب. بيكلمك أنت، وأنت إيه؟ ولا حاجة، وأنا ولا أي حاجة. إحنا ولا أي حاجة في كون ربنا، بس هو حبنا، هو حبنا، خلقنا وحبنا، ويعلم بمدى ضعفنا والله وقلة حيلتنا. أنت أعلم يا رب بقلة حيلتنا. فيقول على قلة الحيلة والضعف دي يا ابن آدم إني لك محب، فبحقي عليك وأنا الله كني محبة. فبحقي عليك، بحلفك بذاته، بيقولك فبحقي عليك وأنا الله كن لي محب. بتحب ربنا؟ ده مش كلام، ده فعل. اللي بيحب ربنا ما يزنيش، اللي يحب ربنا ما يسرقش، اللي يحب ربنا ما يقتلش، اللي يحب ربنا ما يخونش، اللي يحب ربنا ما يكذبش، اللي يحب ربنا ما ينافقش. اللي بيحب ربنا يعمل الشيء اللي يرضي ربنا، ما يلجأش لساحر، ما تسحرش لاختها او لاخوها او لواحد عشان تجيبه عن طريق السحر تتجوزه. اصل انا بحبه، أصلاً عملت كده غصب عني، حب إيه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إما إنك أنت تحب ربنا فربنا يسخر لك كل شيء، وإما إنك أنت تحب ما دون الله فربنا يصرف عني كل شيء. جربوا، حبوا ربنا والجأوا لله جل وعلا، الجأوا للرقية والرقاة، أهل القرآن والسنة، أهل القرآن والسنة. سبحان الملك، سبحان الملك، والله العظيم نحن في حاجة إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، إلى العودة إلى الله جل وعلا، إلى الوقوف بين يديه. إحنا في برنامجنا ده بنعلمك رسالة اسمها رسالة اليقين بالله. لازم يكون عندك صدق اليقين، لأنك عما قريب ستغمض عينيك ثم تفتحها فتجد نفسك في قبر تسأل عن النفير والنقير والقليل والكثير والصغير والكبير، ولا يكون لك إلا الله. جاءوا بك وتركوك، وفي التراب وضعوك، ولادك، عيلتك، أخواتك، قرايبك، أصدقائك، زملائك، رؤسائك، جاءوا بك وتركوك، وهانوا عليهم في التراب وضعوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، محدش ينفعك، وبقيت أنا لك، وأنا الله الحي الذي لا يموت، هو اللي بقي لك. فإذا كان هو ساعد ما كله هيتبرأ مني في التراب، لن أجد إلا الله.
ولن يسمعني إلا الله، ولن يغيثني إلا الله. انقطعت السبل، الأموال راحت، السيارات راحت، العربيات راحت، القصور راحت، المصانع، الكراسي راحت، المناصب راحت، بقى الله حيث زال كل شيء. ساعتها هتقول إيه؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طب ما أنت قاعد أهو، طب ما أنت قاعد أهو، ما أنت بتتنفس أهو، ليه منتظر لما أنفاسك تتحبس؟ ليه منتظر لما يجي ملك الموت وتقول له رجعني؟ ساعتها ها؟ هيقول لك إيه؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والله ده كلام في الهوى. كلا إنها كلمة هو قائلها. ما أنت كذا مرة سمعت بلغناك وحذرناك وبرضه رحت لساحر وحطيت اسمك واسم أمك لساحر، ساعة ما بتموت بتتبرأ من الساحر؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فعودوا إلى الله، جددوا الإيمان، قفوا على أعتاب الرحمن، اسمعوا كلام الله جل وعلا، ائتمروا بأوامره وانتهوا بنواهيه، عودوا إليه، ابقوا بين يديه، اسجدوا سجدة أطيلوا فيها الذكر، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، أكثروا فيها الدعاء، فإن الدعاء لب العبادة، أكثروا فيها الرجاء، فإن الله جل وعلا يسمع رجاء عبده وهو يرجوه، كما سمع ليوسف رجاءه وقال يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل غريب ويا ملاذ كل خائف ويا حاضر كل ملأ ويا سامع كل شكوى ويا عالم كل نجوى، أسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تقذف رجاءك في قلبي حتى لا أسأل أحدا سواك. إيه رأيك في الكلام ده؟ سيدنا يوسف في سن العاشرة غلام بيتكلم الكلام ده، سيدنا جبريل يقول يا رب الكلام كلام الصوت صوت صبي والكلام كلام نبي. ده الصوت صوت صبي صغير والكلام كلام نبي، كلام مش سهل ان حد يقوله. يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل غريب ويا ملاذ كل خائف ويا حاضر كل ملأ ويا عالم كل نجوى ويا سامع كل شكوى، اسالك يا حي يا قيوم. ده يوسف بيعلمنا الكلام ده لما تضيق بينا الامور ويتخلى عنا الاخوه والاحبه والاصدقاء ويرمونا في جهايز الظلم، مغبات الظلم، في غبايب الظلم، في فتن والله العظيم احنا اللي بنصنعها لبعض. صحراء ولا مسحورين ولا اعداء ولا معدوئين ولا حاقد ولا محقودين ولا حاسد ولا محسودين، كلنا واقعين في شباك الفتن. فيقول له اسالك يا حي قيوم يا ذا الجلال والاكرام ان تقذف رجاءك في قلبي حتى لا اسال احدا سواك. طبعا الكلام في اليقين عن الله جل وعلا لن يعني تبحر فيه اكثر مما يعطيك الله عز وجل من قوه. فهنفتح اتصالات استاذ وليد مخرجنا جميل ونستمع الى انين الناس في مشاكلهم في اسحارهم في مشاكلهم العائليه، في احنا عايزين نتشارك في حل مشاكلنا بعيد عن ربنا. قرب، انا مذنب، توب الى الله، فضفضه، فضفض معانا، اتكلم معانا، الحلقه مفتوحه لكل حاجه، لكن في العلاج ارقام المركز موجوده ان شاء الله عز وجل. لا نتعدى الكتاب والسنه في علاج السحر والمس ونشال مولى جل وعلا والحجامه وكل ذلك من الاصول التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم. فنسال الله تبارك وتعالى ان يثبتنا عليها الى ان نلقاه، انه ولي ذلك والقادر عليه. فخلي بالكم احنا عايزين نعمل الحلقه في كل اسبوع نتكلم في كل حاجه، تجربه التائبين، تجربه العاصين، تجربه السحره. أنا اتصل بي ساحر وقال لي انا تبت الى الله، وكان من افضل ما سمعت في المكالمات انينه يقول انا عملت وطلقت نساء، والله خربت بيوت، والله العظيم عملت الواحد ومات بالسحر، لا اله، ويبكي يبكي لكنه تاب الى الله جل وعلا. ويقول لي يا شيخ ربنا هيقبل توبتي، ان شاء الله مقبوله، ان شاء الله مقبوله، والله العظيم ربنا هيغفر لك، بس سر وتوب وتصدق، لان ربنا شرطه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا يبقى لازم تتوب وتؤمن وتعمل عمل صالح. استاذه اميمه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ الشيخ. أهلا وسهلا بيك. لو سمحت لو سمحت بس أختي شافت رؤية كده، أنا بتعالج من السحر بس لسه ربنا ما أذنش. تفضل. هي حلمت إنها جت عندنا في بيت العيلة يعني، وأنا كنت بنظف في الشقة، فقالت لي لقيت يعني عناكب كتيرة جدا مانية المكان، عناكب كتيرة مانية المكان، فهي يعني بصت لي بصت لوم يعني إن أنا يعني مش بنظف أو كده، وهي شافت في عينيا نظرة ان انا يعني تعبانة جدا من السحر ويعني ما عنديش القدرة ان انا اعمل حاجات كتيرة، فما حدش يلوم عليا يعني. نعم. فوقع في نفسها برضو انها لا لازم نساعدها وكده يعني، وان احنا برضو يعني المفروض نكون نساعد وكده، ما نسيبهاش لوحدها وهي ما فيش لوم عليها يعني. بس قالت لي الكمية كانت كتيرة جدا، حاجة يعني مخيفة كده. طيب العنكبوت في تفسير يدل على السحر لان له خيوط وله شباك، وهو يدل على امرأة سحارة، وكسرة العناكب يدل على كسر تجديد السحر، السحر ده ما اتعملش مرة واحدة ولكن جدد أكثر من مرة، فعشان كده أنت مش حاسة بإيه بالشفاء أو بالعلاج، فلابد لك فعلا يا شيخ لابد يعني لك تعبانة باستمرار، لابد لك من رقية اسمها رقية التخريج، ولابد من استخدام ماء الورص، نعت رسول الله ورصا، وتعمل إحجام التخريج وتعمل تحصين ضد التجديد، لأن النبي سحر وجدد له السحر، ورغم ان في الاثنين راكاه جبريل، الى ان السحر لابد ان يجدد، فهناك علاج للسحر باصله وهناك علاج للتجديد. لازم ان نتابعك ان شاء الله، فان شئت ان شاء الله نشوفك ان شاء الله عندنا في المركز باذن المولى جل وعلا. متشكره جدا، ربنا يحفظك يا رب ويشفيك ويعافيك ويشفي امه محمد جميعا ان شاء المولى جل وعلا. فاحنا ان شاء المولى تبارك وتعالى زي ما قلنا ان بعض الرؤى بتدل على نسيج من تجديد السحر، وهذا النسيج انما هو رساله من الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة بقيت المبشرات، قيل ما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، أو ترى له، يبقى العبد الصالح يرى الله يريه الله عز وجل رؤيا بتعلمه أن هو مسحور ولا لا. فهنا العنكبوت يدل على السحر، النمل والدود والصراصير في الرؤيا تدل على الحسد، حسد الشديد. طيب انا عم الشيخ لقيت الحاجات دي في البيت مؤقتا اعمل ايه؟ كوبايه ميه، ارقوا انفسكم بانفسكم وحط كده بوزي فيها ونكمل بعد محمد هنعمل ايه رقيه الحسد ان شاء الله. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام، ازيك يا فضيله الشيخ؟ ازيك يا ابو محمد، تفضلي. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، انا في مره حلمت ان في واحد زي حضرتك كده بس دقنه ابيض، فما يقول لي فاحنا ناس كتيره ماشيه، فما يقول انت على فكره انت معمول لك عامه، قلت له انا، قال فما رطكش تاني. فوانا صحيت وكنت في نفس الحلم، كنت لما اقول ربي ان مسانا الضر فانت ارحم الراحمين. وبرضه في نفس الحلم قال لي انا عارف ان انت صبرتي، بس انت بس اروى صبرت اكتر منك، اروى دي بنت سلفتي، هي معاها كان معاها بيت وسكرت عليها كتير. نعم. وربنا كرمها وخواتها، وانا معايا بنات بس لسه ربنا ما كرمنيش يعني. نعم. فراح قال لي اروى، قال انا عارف ان انت صبرتي واروى صبرت، بس انت صبرت اكتر، ولاني فعلا انا صبرت اكتر، انا قعدت لها 14 سنه، هي كانت لها 4 سنين وربنا اديها. طيب ان شاء الله يا اختي الكريمه، الصبر دلاله الفرج، طالما انطقه الله بكلمه الصبر فان شاء الله ابشري بانك سترزق بغلام عم قريب ان شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء ربك، إن شاء ربك سترزق بغلام، لأن البشارة. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، أنا دايما أحلم بكلاب سودا، هو فين؟ بص وأنا كنت ما لسه أكلمك، هو دلوقتي هو دلوقتي قالك أنت مسحورة في الرؤية، فأنت عليك أنك أنت تتبع قوانين الرقى في البيت، تشغيل صوت البقرة. أيوة فعلا، لأن لا يا باشا، هو سألت عند كذا شيخ، أنا بجيب البنات وأسقط الصبيان، فقالوا لي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أعوذ بالله، قالوا دي جارنتك. طيب بص يا ست الكل، زي ما قلت لك كده، لازم انت تشغل الرقيه الشرعيه في البيت، الرقيه الشرعيه بتاعت البيت سوره البقره، مش مسمى الرقيه بشغلها فعلا. ايوه طيب، وهتجيبي كوب ماء، كوب ماء ترقي به البيت لمده 40 يوم، ده رقيه البيت مؤقتا، الى انك انت بفضل الله عز وجل يعني تبدا الرقيه الشرعيه بماء الورص لغايه ما تتحصل على ماء الورص. كوب ماء هنقرا فيه فاتحه الكتاب، ايه الكرسي، خواتيم البقره، خواتيم الحشر، قل هو الله احد، والمعوذتين، كل سورة وكل آية من الآيات اللي أنا قلتها دي 7 مرات، تنفذ بها في الماء وتتعب في دورق كبير مية، تشرب منه وتغتسل لمدة 21 يوم. طب الجو ساعة بيبقى خاخة نرش بيه الجسم ونرش بيه أركان البيت ونشغل صوت البقرة، استغفر 1000 مرة بقول الله جل وعلا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين،
يبقى اللي عايزه ترزق الولد تكسر من الاستغفار 1000 2000 3 على قد ما تقدر بفضل الله. دبر كل صلاه بعد ما تصلي كده وانت قاعد استغفر 200 مره مثلا. ونخش بقى بفضل الله جل وعلا على سنه النبي يوميا ديت لكل الناس. تصبح على 7 تمرات عجوه لا يصيبك مس ولا سم. المس او السحر او الجن عموما لن يصيب جسدك اذا تصبحت على 7 تمرات عجوه. قواعد النبوه المستمده من القران مكمل بعضها بعض. القران جه باشياء ثم جاء النبي شارحا ومتمما. والقران لان النبي من اللي كان يوصل لنا القران غير رسول الله، فالنبي كمل اشياء بوحي من الله على لسان النبي سليم. زي مثلا الصلوات الخمس، الفرائض الخمس ما جاش جاي عدد الركعات قد ايه في القران، لكن جه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا الصبح كام والظهر كام والعصر كام والمغرب كام. في القران السنه جاءت شريحه للقران. استاذ امل السلام عليكم. ازيك يا استاذ امل؟ الله يحفظك، تفضلي. لو سمحت انا كنت شفت رؤيه عايز اقول لك عليها او حلم. تفضلي. انا حلمت ان الريس السيف يعني نعم قاعد تحت شجره تفاح او سفندي شجره وعمال بيزرع ورد. نعم. وانا لما شفت رحت عليه ولقيته بيفحر الفحر كده ويزرع فيها الورد، وانا خدت ورده بيضه وحطيتها في الفحره وزرعتها. نعم. وبس يعني كده. انت عامله ايه مع ربنا يا امل؟ يعني الحمد لله. يعني الحمد لله الحمد لله يعني انا ارمله ومعايا اولاد واد وبنت بربيهم والحمد لله. ربنا يا رب يديك القدره على هذه التربيه. زوجك موجود؟ لا متوفى رحمه الله عليه. طب بص يا امل، رؤيه لا. الملوك والرؤساء في الروح في الحلم دلاله التمكين. ان شاء الله ربنا يمكن لك ان شاء الله جل وعلا. والورد الذي رايتيه في يد الرئيس وهو بيزرعه هي اطفالك انت. اطفالك انت. الله. فاذا كان الورد به شوك فربنا يصبرك عليه. لا ما كانش فيه ما كانش. اذا كان الورد ليس به شوك فاعلم ان هم ان شاء الله يكونوا من الصالحين والصالحات ان قدر الله لك ذلك. سليم؟ فاحنا بنقول ليه ان قدر ربنا لك ذلك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى في الرؤيا سيدنا جبريل جاء إليه بسيدة عائشة في سرقة من حرير وقال اكشف عن وجهها، سيدنا النبي بيقول لعائشة قال فكشفت عن وجهك فأريتك أنت، قال أريتك في المنام ثلاثا يا عائشة. أريتك يعني إيه؟ جاء بك الملك جبريل في سرقة يعني ملفوفة في سرقة من حرير وقال اكشف عن وجهها فكشفت عن وجهك فرأيتك أنت، فقال إنها زوجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن من أمر الله يمضي. فلازم نرجع الامور كلها لله جل وعلا، فان يكن من امر الله ان شاء الله ربنا هيقدرك على تربيه اولادك، وان شاء الله رؤيه الرؤساء والملوك في الرؤيه دلاله التمكين والقدره ان شاء الله على مواصله المشوار بتاعك والورد الاطفال او الاولاد باذن المولى. اسال الله لك السلامه وان يعينك، وبشاره من النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات في شيء حتى ولو واحده فصبرت عليها، في الرواية فصبرت عليهن كنت أنا وهي على باب الجنة كهتين. أبشري أبشري إن شاء الله ربنا يكرمك كده يا أمل، وتزحم النبي وكتفك في كتف النبي وانت صابرة وراضية، وإن شاء الله ربنا يقويكي. اوعي تقولي السنة ما معيش راجل، إن معي يا ربي سيهدي. لكل امرأة توفى زوجها أو طلقت وتركها بمسؤولية أولادها اعلم أن الله جل وعلا سيحمل عنك حملك، لأنه هو الذي خلقنا وهو الذي يرعانا وهو الذي يتوفانا. ففي الدنيا والآخرة ليس لنا إلا الله، في الدنيا والآخرة ليس لنا إلا الله. السلام عليكم أم مصطفى. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ سيد؟ ازيك يا أم مصطفى؟ الله يخليك يا رب. معلش أنا عايزة أشرح لحضرتك قصتي كده باختصار شديد. اتفضلي. أنا أصلاً من 20 سنة اتعمل لي سحر تفريق وسحر وقف حال تعطيل يعني. نعم. ورحنا لمشايخ كتير وعملت رقيات وعملت كل حاجة، بس للأسف الشديد السحر ما انفكش لمدة 20 سنة وهو بعاني من موضوع السحر ده. لا هو كده ما انفكش بقى، وأنت كده أنت رحت عند حد عمل حاجة اسمها مصالحة، ويا إخوانا افهموا جميع المشايخ اللي بيعملوا رقية بيعملوا حاجة اسمها مصالحة. يعني إيه مصالحة؟ يعني تهدئة الجن في الجسد وحبسه في الجسم
مع اختلاف بعض الاعراض، يعني لو كنت مثلا بتحس بضيق الضيق بيروح، مع وجع في منطقه معينه بتروح، لكن بيبقى الجن كما هو وبيوقف حالك تماما تماما. انا فعلا لي 20 سنه حالي واقف. طيب حضرتك لازم نعمل حاجه اسمها برنامج اللي هو الرقيه بتاعه الورص اللي نعتها النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمل حجام التخريج اللي هي في الجنب اليمين من العين اليمنى بابره سكر اللي هو اسمه الوخز، والوخز شيء من السنه استخراج الجن عبر الايه؟ الدم، لانه يجري من ابن ادم مجرى الدم. تمائم السحر خلاص اختلطت بالدم، العزائم والطلاسم اختلطت بالدم، فلا تخرج الا بالوخز مع رقيه اخرج عدو الله اخس عدو الله هكذا قال رسول الله، فيبرأ المريض استنانا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت لك؟ حضرتك انا اعملهم ازاي طيب يعني؟ انت مقيمه فين يا ام مصطفى؟ مقيمه فين؟ محافظه جنة. جنة؟ منين من هنا يا ام مصطفى؟ من جنة نفسها المدينه. ربنا يبارك فيك. طيب يعني شوفي كده اي حد من الجماعه الحجامين عندك ويتصل بيه ان شاء الله، وانا اقول له يعملها ازاي، او نقول له ان شاء الله طرق عملها، وان نزلت القاهره ان شاء الله تعدي علينا ان شاء الله نعملها لك باذن المولى ان شاء الله تبارك وتعالى. فاخواننا دايما ابدا نخطو خطى النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء عمله النبي، حتى الصحابه كان النبي اذا تفل، تفل يعني تف، فين التف؟ سامع حد بيقول يع؟ لا، مع النبي مفيش الكلام ده خالص. مع النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم اذا تفل تف على الارض بصق، في الروايه بصق النبي، بصق يعني تف على الارض، كان الصحابة يتسابقون إليه، يتزحموا ويترموا عليها، يأخذونه، يأخذ هذا فم النبي، حلاوة النبي وجمال النبي، ريق النبي، ريق النبي، عرق النبي كاللؤلؤ، سنة النبي كالشمس الوضاء. السلام عليكم مدام سمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا معايا حلم. اتفضل يا سمر، اتفضل. أنا نحلم بيوم القيامة كثير. بتحلم بايه؟ حلم يوم القيامة كتير. ربنا يبشرك بالخير يا رب، اتفضل. وكلمة، وفي كلمة في السماء أولها ألف لام. ألف لام. يعني كلمة هي أولها ألف لام الحرف. نعم. وحلمت الشيخ الشعراوي برضه بيتكرم في نفس الحلم. نعم. فأنا نسأل نقول أنا عايزة نشوف ربنا، يعني القيامة قامت أنا عايزة نشوف ربنا. نعم. على طول نلقاك في السماء او في الهواء او في الميه زي كده، بس خلص الحلم على كده. عامله ايه مع ربنا يا سمر؟ بامان الحمد لله، انا عم صلي وتمام يعني. الله يحفظك. سنك كم سنه يا سمر؟ انا عندي 25 سنه. بسم الله تبارك الله، ربنا يبارك فيك ويصبرك كده على الالتزام الجميل بتاعك، صوتك باين يعني، بس احنا بنحب ايه يعني سؤال اعتراف، الناس كلها تسمع انا عامله ايه مع ربنا. الحمد لله بصلي وبقوم الليل، والسن الصغير ده ما فيش فتن الشباب، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. لكن رؤيا القيامه يا سمر هي رؤيه عامه يراها عموم الناس الان، واذا كسرت هذه الرؤيه فاعلموا ان القيامه قد اقتربت. هتقول لي انت بتعمل الغيب؟ لا، ما لهاش علم بالغيب، لكن النبي قال اعدد ستا بين هذه الساعه، عد ستا. انا بقول يا شيخ يعني نحلم ان الناس بتفر زي الورم، وعلى طول نحس ان في طيارات فوق الناس يعني كده، حاجات غريبة. ما هو الطيارات يا سمر دي التنازع والتقاتل على الدنيا خلاص، والناس ده عاملة زي الورق، والنبي قال كده، النبي صلى الله عليه وسلم ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال الصحابة أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال بلى، بل أنتم حينئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، اللي هو الفقاقيع الهوى اللي ماشي على هو بالظبط كده. النبي والله النبي قال كده. طيب ستداعى يعني يوم القيامه، قبل القيامه، هذه من علامات قرب الساعه. واحنا لما بنتكلم عن قيام الساعه وقرب الساعه بنتكلم من كلام النبي، مش علم بالغيب. قعدت ستا، منها موت النبي وفتح بيت المقدس، ومنها استفاضه المال، وموتان حديث النبي، وبعد ما تصلوا على النبي موتان ياخذ فيكم كقعاص الغنم اللي هو الطاعون. عشان انا يا شيخ يعني خايفه من الحلم ده لما لا انت تخافي ليه؟ اعد العده للقاء الله، وكلنا نعد العده للقاء الله. الموت دلوقتي ما موت الفجأة، وموت بكورونا، وموت مش عارف بسكته قلبيه، وموت بذبحه صدريه، لازم نعد العده للقاء الله. يا استاذه سمر، ما حدش يخاف من لقاء الله. من احب لقاء الله احب الله ايه؟ لقاء. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
قالت عائشة كلنا يكره الموت، قال النبي لا يا عائشة ليس الأمر كذلك، ولكن العبد إذا عمل عملا صالحا أحب أن يلقى الله عليه. فأنت الحمد لله بتصلي، فأنا بقول لها هنيئا لك وخليكي مع الله، ما حدش يخاف من لقاء ربنا. والله العظيم والله العظيم أرحم بعبادي من الأم بولدي، والله العظيم ساعة خروج الروح ستستبشر إذا كنت من الصالحين، والله العظيم ساعة الموت لو أنت مع الله هتقول له يا رب ليه ما قبضتنيش من بدري وسايبني في العناء ده. أنا بقسم لك بالله حينما يلقى الحبيب حبيبة هي لذة اللقاء، لما الإنسان كده بيفرق الدنيا إحنا عشان بنشوف الميت وبيموت والنزع والكلام ده، لكن اللي عمله صالح بيلقى الله وهو راض عنه، فتخرج روحه كأنها قطرة سقاء تخرج من إناء، قطرة سقاء يعني حد بيحط إيده كده بيطلع شوية مية بإيده، سهلة جدا العملية. لكن العبد القانت البعيد عن ربنا، الزاني السارق المرتشي الكاذب المنافق، ساعة ما بيلقى ربنا هو من أول ما تطلع الروح هو عذاب عذاب، عرف إن البداية مزفتة بزفت المراكب زي ما بيقولوا، يبقى النهاية إيه؟ القبر أولى منازل الآخرة، إن كان أيسر فما بعده أيسر منه، خلي بالكم. فإحنا إن شاء الله تبارك وتعالى إحنا ربنا يكرمنا ونجدد العهد مع الله ونقول يا رب، فطالما قلت يا الله وجدت سميعا قريبا مجيب الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ويقول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني ما حدش يسأل عن ربنا، هو قريب، هو قال كده لسيدنا النبي يا محمد لو حد سألك عني فإني قريب، مش محتاج أسأل. لما الصحابة بيقولوا للنبي يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، لو قريب هنجيه، يعني أكلمه كده إيه يا رب كده، أم بعيد فنناديه، يا الله يا لا مش محتاج الكلام ده. فنزل قول الله جل وعلا، قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بس بشرطين، أجيب دعوتك ويرفع كورونا، أجيب دعوتك ويرفع الخوف والوباء والموت اللي بيأكل في الناس دلوقتي زي الفرة كقعاص الغنم زي ما قال النبي. أنا هجيب لكم الكلام ده، أنا مستعد أرفع الكلام ده، ربنا اللي بيقوله في القرآن فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بس بشرطين، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستجابة والإيمان. الاستجابة إنك أنت تصلي تصوم تزكي تحج إن استطعت إلى ذلك سبيلا، وتكون مؤمن وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. عندك إيمان بالله هتنجو في الدنيا والآخرة، ما عندكش إيمان بالله والله العظيم ستتخبط في الدنيا، غير إنك يوم القيامة تحشر أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى، يوم ربنا يقول في القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الحلقة مرت سريعة، وإحنا كل يوم سبت من كل أسبوع الساعة 8 مساء هنلتقي في حب الله وفي حب رسول الله، وبنفضفض ونتكلم ونجدد إيمان ونشرح عقيدة ونعرف طريق حل السحر والرقية الشرعية من الحسد والمس. وعندكم أرقام المركز والواتس موجود معاكم، اللي عايز يتواصل معايا، بس ما بفسرش أحلام على الواتس، ما حدش يتصل بيا في أحلام، اعرض مشكلتك، اعرض فتواك، اعرض مرضك، وإن شاء الله أرقام المركز موجودة لو حبيت تيجي تعمل رقية أو حجامة. وأسأل الله أن يديم علينا بركته وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين، إن ولي ذلك والقدر علي. إلى أن ألقاكم يوم السبت القادم في تمام الساعة الثامنة، أترككم في رعاية الله ومنه وكرمه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.